نفذت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية على موقع خاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء. وأفادت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية على معسكر سلاح الصيانة في صنعاء. وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الانقلابية شرقي مديرية الدريهمي وساحل الطائف ومنطقة القرشية بمحافظة الحديدة. إلى ذلك، قال مصدر عسكري أن قوات الجيش استخدمت تعزيزات عسكرية تمهيدا لبدء عملية جديدة لدخول المدينة الساحلية بالتزامن مع استمرار المعارك مع الميليشيات. حققت قوات الجيش الوطني تقدما نوعيا في مركز مديرية الكتاف بمحافظة صعدة. المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية تمثل في تحرير عدد من المواقع وقطع طرق امداد الميليشيات المؤدية إلى جبل محجوبة ومنطقة الضياق. وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة التامة على وادي العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة به عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 30 من مسلحي الميليشيات الانقلابية. وأضاف أن قوات الجيش استعادت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت مع الميليشيات الانقلابية، من بينها 5 معدلات AK وقاذفات RPG مع حشواتها وأسلحة أخرى وذخائر متنوعة، فيما أكد أركان حرب كتيبة التدخل السريع في لواء التحرير الملازم أشرف المخلافي أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تبة المصادر الاستراتيجية في منطقة العطفين بمديرية كتاف بعد معارك ضارية خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأوضح المخلافي أن طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي شاركت في العمليات وقصفت مواقع الميليشيات التي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها. دوره قال رئيس عمليات اللواء 143 مشاة العقيد مسعد الصيادي أن قوات الجيش بمديرية الكتاف أطلقت عملية عسكرية جديدة تمكنت خلالها من تحرير مناطق الرملتين والهناجر المسطرة وسوق العطفين القديم. وأضاف العقيد الصيادي إلى أن قوات الجيش الوطني قطعت طرق إمداد الميليشيات المؤدية إلى جبل محجوبة ومنطقة أضياق، مؤكدا أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ذكرت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء أن أبطال الجيش الوطني في جبهة قانية والوهبية تمكنوا من دحر محاولة انتحار جديدة للميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش الوطني في خدار العرجي لسحب جثث قتلاهم المرمية منذ ليلة البارحة. وأكدت المصادر أن الحوثيون كانوا يظنون أيضا أن من تم أسرهم ليلة البارحة وبينهم قائد المجموعة من ضمن القتلى ورجعوا خائبين منكسرين بعد تعرضهم لخسائر جديدة مرة أخرى على أيدي الأبطال. سحبت ميليشيات الحوثي الإيرانية أسلحة ثقيلة من مدينة الحديدة باتجاه الشمال تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة المشتركة التي لا تزال تضيق الخناق على المتمردين في جبهة الساحل الغربي. وأفادت مصادر إعلامية بأن الميليشيات الإنقلابية سحبت صواريخ ومدفعية من مدينة الحديدة باتجاه الشمال في وقت تحقق قوات الجيش والمقاومة تقدما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من مقتل 16 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية جراء المواجهات العنيفة في جبهة الساحل الغربي. وأفادت المصادر بأن مواجهات تركزت في مناطق الطائف ومزارع الحسينية وأطراف مديرية التحيتة، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.